الفضول هو خطيئة الإنسان الأولى. لو بني آدم عارف أماكن مراكز الطاقة اللي في جسمه فين، قدراته هتبقى أضعاف أضعاف ما هي دلوقتي. العين التالتة دي هي عين وهمية، بيسموها ساعات عين العقل أو العين الداخلية، وهو مفهوم باطني عن العين اللي بتقدر تدرك أكتر بكتير من العين العادية. ما حضرتك عشان يعرف يختار لازم يبقى عارف كل حاجة، الواقع اللي احنا عايشين فيه وما وراء الواقع ده، اللي احنا بنشوفه ونلمسه واللي احنا ما بنشوفوش بس بنحس بيه. لو اتعرفتي على جسمك كويس، مراكز الطاقة اللي في جسمك، بالتالي استقبالك لأي حاجة حواليكي هتبقى أكتر بكتير من الطبيعي. وافهم اللي بيحصل؟ احتمالي.